أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم العين الثالثة. بعدما أعطى الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بتلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بدأت هذه الأخيرة بطريقة تدريجية وعلى أشطر. وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي. الهدف منها التقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن الوباء واحتواء تفشي الفيروس في أفق عودة تدريجية لحياة عادية. كيف تتم عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بجهة الدار البيضاء؟ وما هي الإجراءات المتبعة من طرف الجهة المختصة لإنجاحها؟ كما سنتعرف على خصائص اللقاحين المعتمدين من طرف المغرب، أسترازينيكا أوكسفورد وسينوفارم. كل هذا ضمن تحقيق لقطر ندى البازي، لنشاهد. بتعليمات من الملك محمد السادس، شرع المغاربة والمقيمون في المملكة المغربية في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمجان. وتستهدف المملكة المغربية في المرحلة الأولى من هذه الحملة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 ومضاعفاته، وهم الطواقم الطبية الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال وزارة التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق. كما تشمل العملية في مرحلة أولية المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 قبل أن يتم تعميمها بشكل تدريجي على باقي جهات وأقاليم المملكة. وتسلم المغرب مليوني جرعة من مصل شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية المصنع في الهند، وحصلت على 500,000 جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية. وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بشكل عام لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون 4 أخماس من عدد سكان البلاد. ومع انتشار خبر بداية التطعيم ضد كوفيد-19 في المغرب، طرحت معه عدة أسئلة تهم اللقاحين. لهذا توجهنا للبروفيسور مولاي المصطفى الناجي، أخصائي في علوم الفيروسات ومدير مختبر علوم الفيروسات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعضو اللجنة الوطنية الاستشارية للقاح، والذي شرح لنا تفاصيل دقيقة حول اللقاح. أولاً خصنا نعرفوا بأنه الحل السبيل للحد من انتشار هذا الوباء هو لقاح، ولا حل ثاني من غير اللقاح، لأنه التدابير الاحترازية هي غير وقائية وتتحد غير من إمكانية الإصابة، ولكن باش نقضيو على الفيروس هو اللقاح. واللقاح معروف ماشي غير على هذا الفيروس، من جميع الفيروسات هو اللي تحد من انتشار ديالها، إذن ما عندناش الهروب عليها، وهو الآن الحل الوحيد اللي بقى بين يدنا. فعلا المغرب منذ البداية كانت عنده واحد النظرة استباقية، ودار يعني بعض الاتصالات، ودار حتى كذلك بعض الاتفاقيات مع بعض الدول وبعض الشركات لتزويدهم اللقاح. وأول شركة كان حصل معها الاتفاق هي سينوفارم الصينية، اللي تزودنا باللقاح ديال سينوفارم، اللي هو لقاح اللي هو من الطراز القديم، ما يسمى يعني باللقاح اللي هو مبني على الفيروس. وهذا الفيروس تنحيدوا ليه المكونات ديال الحامض النووي اللي تجعلوا هذا الفيروس ما تنتشرش وما تصيبش، فهو لقاح اللي هو سليم، ولقاح اللي عنده واحد النجاعة في تكوين مضادات اللي تتحمي الأشخاص من هذا الفيروس، اللي هما ما يسمى ليزونتيكور نوتخليزا. الآن في نفس الوقت المغرب عمل اتفاقيات مع شركات أخرى، وكانوا اتصالات مع شركات كجنسون جنسون، مع فايزر، مع موديرنا، وكذلك أسترازينيكا. وفعلا عمل واحد اتفاقية ثانية مع أسترازينيكا اللي هي
الإنجليزية، واللي جعلت هذه الشركة تزود المغرب باللقاح الثاني اللي هو كذلك من الطراز القديم، لأنه تستعمل عند البشرية منذ 2006، واللي هو مبني على واحد الحامل اللي تتاع فيروس ثاني اللي تسمى أدينوفيروس. وهذا الحامل الثاني طلع على أدينوفيروس اللي كاين عند القردة لي شيمبانزي، واللي تيتبين بأنه وهذا الحامل الفيروس الثاني ديال الأدينوفيروس ما تينتشرش داخل الشخص، فعنده واحد الحماية وعنده واحد النجاعة وعنده واحد السلامة. وهذا علاش المغرب اختار هاد جوج اللقاحين اللي هما واصلين الحمد لله للمغرب. هو اللقاح ضد كورونا آمن، علاش؟ لأنه قبل ما تتعطاه بعد واحد الترخيص تبدا من البلد فين تنتج هذاك اللقاح. ثانيا تتعطى الترخيص من المنظمة العالمية للصحة، وثالثا تتعطى الترخيص من الهيئة الوصية داخل البلد اللي عندنا هنا في المغرب هي وزارة الصحة، وهي اللي تتعطي واحد الترخيص اسمه لايمان اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي. وهاد التراخيص كلها اللي هضرت عليها ما تتعطى حتى تكون واحد الدراسة معمقة ديال جميع الوثائق لتتبين بانه الدراسات كانوا لا سيما الدراسات السريرية، ولتتبين بانه هذاك اللقاح سليم، وهذاك اللقاح عنده واحد النجاعة، وهذا اللقاح عنده واحد الجودة كذلك. هاد النقاط كلها تتدرس، وعلى إثرها فاش تكونوا اجتماعات ومن وراها تتعطى واحد الترخيص. وهذا الشيء هو اللي وقع، والحمد لله هاد كلتا اللقاحين اللي هضرنا لا ديال سينوفارم ولا ديال أسترازينيكا كلهم تعملت لهم واحد الدراسة معمقة بالوزارة الوصية، وواحد اللجنة اللي تتسهر على هذه الدراسة، وهاد النتائج تعطات يعني ترخيص لاستيراد هاد اللقاحات اللي هي مبنية على السلامة والجودة ديال اللقاحات. اولا خصنا نعرفوا بانه اي شخص كي ما كان النوع ديالو تتكون واحد الاستشارة الطبية، وتكون واحد اللقاء مع الطبيب، والطبيب هو اللي تيحدد واش الشخص غادي ياخذ هذاك اللقاح ولا لا، بناء على بعض التساؤلات للطبيب تيقولهم للشخص من خلال داك الاستجواب اللي تيعاد، وتما فين تيبان ليه واش الشخص ياخذ، لانه الشخص يقدروا يكونوا عنده بعض الامراض المزمنه. وهذوك الامراض المزمنه شنو هي النوع ديالها؟ واش مرض السكري؟ فاش من مرحله كاين هذاك المرض السكري؟ واش يمكن ليه الشخص إذا كان في واحد الحالة مرتفعة خصو ضروري يحسن الحالة ديالو؟ إذا كان عنده الضغط الدموي كيف؟ واش كبير بزاف؟ واش لأنه هادو أمور كلها اللي الطبيب تيعرفها وتياخذ القرار وتيقول هاد الأشخاص واش ياخذوا اللقاح أو لا، غير يبعد لهم الميعاد حتى الحالة ديالهم تولي مستقرة. وهذا يعني قرار يرجع للطبيب المشرف على العملية. ما يمكنش تخلط بجوج لقاحين، إنه إلا خضيتي الجرعة الأولى من لقاح تاع سينوفارم خص تاخذ الجرعة الثانية من لقاح ديال سينوفارم. خضيتي اللقاح ديال أسترازينيكا خصك الجرعة الأولى خصك تاخذ الجرعة الثانية من لقاح ديال أسترازينيكا باش تاخذ من هاد داير. راه قلتها لك وقبلها في الجواب، لانه حتى الجرعه الثانيه الفاكسان ديال سينوفارم الجرعه الثانيه تتكون بعد 3 اسابيع، والجرعه الثانيه بالنسبه للفاكسان ديال استرازينيكا تتكون بعد 4 اسابيع، لانه التكوين ديال هاد اللقاحين تيكون مختلف، ويعني والمضادات بالطبع تتكون مبنيه على واحد المواد اللي كاينين في هذاك اللقاح اللي تتكون مختلفه، فلازم جرعتين يكونوا من نفس اللقاح. برنامج العين الثالثه واكب عمليه التلقيح في جهه الدار البيضاء استات، وتتبع جميع المراحل التي تمر منها العمليه، ولكن قبل ذلك خرجنا للشارع المغربي لمعرفه اراء المواطنين حول عمليه التلقيح. التلقيح مهم
هو صاحب الجلاله كاع الله ينصرو حتى هو دار التلقيح وداك الشيء زعما ما واخا بعد اشاعات الناس يقول لك اودي راه فوالا التلقيح راه شي حاجه ما هادي داك الشيء كذوب. العالم كله تيتلقح الناس راه ما لقاوش تيرغبوا باش يديروا داك التلقيح. بالنسبه لعمليه التلقيح هي عمليه مزيانه بالنسبه للمواكبه ديال هذا الفيروس عندنا بحال الدول الاخرين، باش نيت ان هذه الوتيره ديال جميع الشعب المغربي مؤثر بها ديال الحجر وهذه هي ان ايفيتيو وتفوت علينا حتى بسلام. انا فرحانه بهذا اللقاح اللي غادي داروا زعما مزيان بزاف غادي ينفعنا وينفع المواطن كامل، ومنها تنفس البلاد ديالنا وكل شيء وخص كل شيء يلقح. كمواطن مغربي انا كنشوف بان هذه العمليه هي عمليه ايجابيه بالكل، وادعو جميع فئات الشعب باش انهم يشاركوا في هذه العمليه هذه حنا بحال جميع الدول الاخرى في محاربة لهذا الوباء الكارثي. في مواكبتنا لعملية التلقيح انتقلنا إلى المحمدية وبالتحديد لمركز المصباحيات، حيث يتم تلقيح رجال ونساء التعليم ضد فيروس كورونا المستجد في احترام تام للبروتوكول الذي اعتمدته وزارة الصحة. بعد ما أعطى انطلاقة سيدنا الله ينصره عملية تلقيح ضد كوفيد 19 وعلى غير العملات اللي في المغرب انطلقت عملية تلقيح بالعملات المحمدية. هذه العملية انطلقناها في الجمعة 23 يناير 2021، بدينا داكشي تدريجيا بعد المراكز، وخصصنا هذه المراكز للناس اللي فوق من 75 عام والناس اللي في الصفوف الأمامية. كما شفتوا حنا تنتواجدوا في واحد المركز ديال المصباحيات، هذا المركز هو اللي خصصناه للناس اللي في صفوف اماميه، وجيت اليوم لقيتوا بان تنديروا الفاكسيناسيون للرجال والنساء التعليم، وانتم شفتوا كاين واحد الاقبال ديال الناس اللي داروا هذا الفاكسان. التقينا بالطبيبه المسؤوله عن التواصل بمندوبيه وزاره الصحه بالمحمديه حنان مرشد، والتي شرحت لنا مراحل عمليه التلقيح من التسجيل الى المراقبه. عمليه التلقيح غادي تمر على مجموعه واحد المراحل، وبعد التوصل ديال الشخص بالرساله النصيه ديال 17-17 اللي فيها الموعد ومكان ديال التلقيح، هذه القاعه هذه فيها اول مرحله وهي مرحله اداريه محض، فيها تسجيل الاسم والنسب ديال الشخص، رقم البطاقه الوطنيه، الهاتف ديالو، كيتحققوا من جميع المعلومات اللي كتهم السيد اللي غادي يجي يستفد من اللقاح. دونك كيكونوا فيها مجموعه ديال الناس اللي هما كيتبتوا هاد المعلومات وكيعاودوا التسجيل ديالهم وكيحددوا الموعد ديال التلقيح، باش كتكون عندهم الامكانيه باعطاء الموعد الثاني للجرعه الثانيه. بالنسبه من بعد المرحله الاولى اللي شفنا قبيله، دونك غادي نشوفوا دابا المرحله الثانيه اللي هي في كتمثل في قاعه التلقيح، وكيتم فيها جميع المسائل الصحيه. دونك بالنسبه لهذه المرحله هذه كنستقبلوا فيها الانسان اذا من بعد التسجيل، وكنسولوه على لي زونتيسيدون ديالو، واش كانوا عنده كيداوي على شي امراض مزمنه، واش كياخذ شي دواء في هذه الساعه، واش فاتلو عند تعرض لهذه الايام هذه الاخيره ولشي حاله مرضيه مؤقته، وكنشوفوا واش يمكن له يدير التلقيح او لا ما يمكن له شيء. دونك كناخذوا من عنده ليله كان عنده شي ملف طبي كنقلبوا نشوفوا اللي كان عنده شي ادويه، كنعرفوا اكزاكتومون شنو من الادويات اللي كياخذوا، باش حتى حنا من جهتنا كناخذوا الاحتياطات والاجراءات اللي خصنا نتاخذوا. كيتلقى الشخص الحقنه ديالو الجرعه ديالو ديال التلقيح، ومن بعد ما الا كانت الامور عاديه من بعد ما كيتلقى الجرعه ديالو كيمشي للقاعة اللي هي قاعة المراقبة اللي كيجلس فيها واحد المدة ديال ربع ساعة، وكنشوفوا واش ما كاين كتبان عليه حتى شي أعراض، سواء تنمل في اليد ديالو ولا ارتفاع درجة الحرارة. وهاد المدة هذه كتمكننا نعرفوا كيفاش غادي يمكن له يمشي، كياخذ كنعطيوه قنينة ديال الماء كياخذها وكنباشروا بنسب المراقبة ديالو. هذه حالة عادية، كيقدر لا قدر الله ان شي شخص عملنا واحد المضاعفه، بدا كيهبط له العرق ديالو او لا بدا كيبانوا فيه تبايع حمر ولا
راه عندنا جميع الوسائل الطبية والأدوية اللي يمكننا نستعملو باش أننا نتخطاو هذه المرحلة هذه اللي كتكون بعد شيء خطيرة. مي هذه المسألة هذه كتكون قليلة بزاف. اللهم لك الحمد، تمت بنجاح مزيان، ما حسيت بوالو، شوية ديال الشحفة في الأول ولكن أبقي صافي مزيان، اللهم لك الحمد. تتوصل كل وحدة تلقيح في المغرب باللقاح في الصباح من طرف الصيدلية المركزية لكل مندوبية، ويقوم بتسلمها الطاقم المكلف بتتبع عملية التلقيح في الوحدة. ويجب تخزين اللقاح في درجة حرارة باردة تتراوح عموما بين 2 و8 درجات مئوية. استلام ديال اللقاح بعد ما كنجي لومبيلونس، تنستلموا اللقاح في هذا الكونجيلاتور الحرارة ديالو ما بين 2 و8. بعد ما كنستلموه كنسجلوه في واحد الورقة اللي كتبقى نسخة عندنا ونسخة عندهم بالساعة ديال اللي وصل فيها بلا تمبيراتور بداك اللو ديالها. بعد ما كنستلموه كنديروه في هاد التلالة، هاد ريفريجاتور، هاد ريفريجاتور اللي أصلا حتى هي درجة الحرارة ديالها من 8 من 2 و8. وهاد الحرارة نقلوا على الريبورتيوها في هذه الورقة يوميا مع الساعة 9، وملي كنبغيو نخرجوا نعرضها حتى شي اللقاح. من بعد ما كنحطوه في الثلاجة ملي كنبداو خدامين به كنحطوه، كناخذوا جرعة جرعة أو جوج على حساب الناس اللي كاين مسجلين، كنديروهم في هاد بورت فاكسار. هاد بورت فاكسار فيه واحد كونجيلاتور، بلاك كونجيلاتور، كتبقى محافظة حتى هي على ديك درجة الحرارة ديال الفاكسار المهم اللي كنخدموا به. بعد ما كنحطو هنا كيجي المريض كنجبدو الفاكسات نديرو ديك التلقيح، عملية تلقيح للمريض. ملي تيكمل هاد الجرعة اللي حاطين هنا كنعاودو ناخدو، واحد الاحتياط ديال انك ما تحاولش تحل دايما الثلاجة بزاف باش ما تفوتش ديك درجة الحرارة المطلوبة منها. بالنسبة لهاد الجرعة اللي تناخدو من هاد لاكيميلاتور دفر ونديروهم للمريض، فهم هادو خاوين، هادو مستعملين خاوين، هادو تناخذو فيهم 10 الجرعه، يعني 10 الناس اللي تيدوزوا بهاد الجرعه هذه 10 الناس. وكما كتلاحظ هنا كاين شي شويه ديال لو ليكيد، هذا ديال سيكوريتي، هذا ليكيد سيكوريتي، لان ما غاتكونش 10 بالضبط، خاص تكون شي شويه سيكوريتي. داكشي علاش تتبان لك في الصوره هاد شي شويه ديال لو ليكيد بقى في هاد الجرعه هذه. كان بعد ما كنستعملوا 10 الجرعة اللي كيدوز 10 لي دوز، يعني اللي كيدوزوا هذه ما كتبقاش تستعمل، كنحافظوا بها حتى كيجيو هذوك لومبيلونس والناس المسؤولين اللي جابوا لنا الفاكسان في الاول تيعاودوا يديهم هاد القنينات الفارغين، حتى هما كيتسجلوا تيرجعوا للفارماسي اللي خديناها منها اصلا من الاول. الرحيم. المهم ان احنا كنمثلوا القطاع ديال التعليم، وتلبيه للنداء صاحب الجلاله نصر الله خرجت اللائحه ديال الناس ديال التعليم اللي خصهم يتلقحوا اليوم. فعلا بعد ما اتصلت باللائحه التحقت بالمركز ديال التلقيح اللي كاين هنا في المحمديه بالمصباحيات، دفعت لاكارت ديالي سجلوني ومن بعد تلقحت. كان داكشي سهل بسيط، والان انا كناخذ واحد الفتره ديال الاستراحه والحمد لله ما كاين لا مضاعفات لا حتى شي حاجه. العمليه بسيطه جميله، نتمنى الله يرفع علينا هذا الوباء. بعد ان قمنا بمعاينه عمليه التلقيح في مركز المصباحيات بالمحمديه، انتقل طاقم البرنامج الى وحده متنقله بمدينه برشيد، حيث تتبعنا البروتوكول المتبع من قبل مندوبيه الصحه في الاقليم. كما كتعرفوا يعني بعد الانطلاقه ديال صاحب الجلاله ديال هذه الحمله، يعني كلشي تعبئ، جميع كلشي تعبئ يعني لانجاح هذه الحمله ديال التلقيح ضد سارس كوف. لحد الان يعني فالامور غاديه عاديه جدا، كلشي كيستافد. الى جينا نديروا تقييم ديال يعني هذه المرحله الاولى يعني من هذا اللقاح، فهي يعني مرحله مزيانه كطلب منا مزيد من المجهودات ومزيد من التعبئه باش نقدروا ننجحوها ونكونوا عند حسن ظن سيدنا الله ينصرو ونجحوها يعني 100% ان شاء الله. من طبيعه الحال هناك يعني واحد النظام ديال المراقبه ديال هاد الاعراض اللي كيبانوا، هناك يعني لجنه
اللي كتقوم يعني بحصر هاد الاعداد ديال هاد المضاعفات، وكيتم يعني الدراسه ديالها بتنسيق يعني مع الجهات المختصه. لحد الان يعني فالامور غاديه عاديه جدا، كل شيء كيستافد. الى جينا نديروا تقييم ديال يعني هذه المرحله الاولى يعني من هذا اللقاح، فهي يعني مرحله مزيانه كطلب منا مجيد من المجهودات ومجيد من التعبئه باش نقدروا ننجحوها ونكونوا عند حسن ظن سيدنا الله ينصره ونجحوها يعني 100% ان شاء الله. خلال حوارنا مع ممرضة سعيدة شكيب تعرفنا على مجموعة من المعلومات التي تهم استلام اللقاح وطريقة حفظه، وكذا المراحل التي تمر منها عملية التلقيح في هذه الوحدة المتنقلة ببرشيد. أول حاجة كنبداو بها هي استلام تاع التلقيح في المستوصف. المستوصف اللي كنشتغل فيه كنستلموه، كيجيبوا هنا المندوبية، كيجيبوا السيد المندوب بلاشين دو فخوا ديال لاشين دو فخوا من الفارماسي سونترال تاع المندوبيه للسونتر سونتي، ملي كيجيبونا اللقاح كنقلبوه بعدا قبل ما كنحطوه كنقلبوا درجه الحراره ديالو شحال، خاصها تكون بين 2 و8، كنستلموه منهم كنحطوه في الثلاجه ديالنا، الثلاجه اللي عندنا كنسنيو عليه، ومن بعد كنهزو واحد الثلاجه اخرى وكنديروا فيها الترمومتر ديالها حتى هي، ونديروا حيت عندنا نديروا لي دوز اللي غنخدموا بهم هذيك لا بيريود، حيت عندنا كنخدموا من 8 هنا حتى 7 العشية حتى 5 العشية كنا بو معاك، كنهزوا دوك العدد تاع اللقاحات اللي غيقدونا واحد 3 سوايع ولا 4، كنجيبهم هنايا وكنجيبهم في واحد الصندوق تاع التبريد خاص يكون فيه 2 القفولة، قفل يكون عند الميدسان وقفل كيكون عندنا ممرضة مسؤولة، كنوصلوا هنا القاع المغطاة كنجبدوا واحد الكونسيتي اللي كنخدموا بها شويه بشويه، كنديروها في الثلاجه ديال في القاعه هنايا اللي حنا خارجين، اللي حنا عندنا هنا القاعه عندنا ديبلاسمون القاعه عندنا، وملي كيتقاد علينا عاوتاني كنرجع انا والطبيب نحلو بجوج، كل جوج خصنا نحلو ونجبدو الفاكسان ونخدمو به. هذا هو المراحل ديالها، ملي كنقادو في العشيه كنهزو داك لو فيد ديالنا اللي تجمع ولي ديشي ديالنا وكنرجعوهم للسونتر ديالنا، حيت هادي حنا خارجين هنا غير ايكيب موبيل، هادي ان ايكيب موبيل كنتنقلو حنا والماتيريال ديالنا والفاكسان ديالنا والمسائل ديالنا كلها. قبل ما كيدخلوا كندوزوا مع الطبيب، حيت اول حاجه خاصهم يمشيو على الطبيب هو الاول باش يشوف هذوك الناس واش خاصهم يجلبوا ولا عندهم شي انومالي، واش عندهم شي حاجه اللي كتمنعهم باش ما يجلبوش. الناس اللي عندهم شي حاجه صافي كنيليمينيهم كيمشيو في حالاتهم، اللي عنده كلشي مزيان كندخلوه لونغوجيسترومون. عندنا كاينين الناس ديالنا تاع الصحه وديال الداخليه كيونغوجيسترو يشوفوا لي نورم واش لاج واش شافوا الطبيب ولا لا، كنديروا ان كونترول ومن تما كيهبطوا عندنا التلقيح المحطه ديال التلقيح. ملي كيجيو المحطه ديال التلقيح ثاني كنقلبوا دوك الوثائق ديالهم والمسائل ديالهم وكنقيدوهم في واحد الريجيستر عندنا مانيوال، من غير داكشي اللي قيدوهم في البي سي عندنا ريجيستر مانيوال تاع وزاره الصحه عطينا كنقيدوه به، كنقيدوهم وكندوزوهم الاماكن تاع العزل باش يجلبوا. كيجلبوا ملي كيجلبوا كنمشيو نجلسوهم، خاصهم يجلسوا واحد 15 دقيقه تحت الاشراف الطبي، الا شي واحد بانت عليه شي علامه ولا هذا حنا مديرين معنا محولين معنا واحد ديري لي طاب ديكزام مال طونسيون، جايبين لهم ديال السكر، جايبين لهم لا شيز غولون، شي تدخل كيكون الطبيب والممرضين بسرعه كيديروا التدخل. الا كان كلشي عادي راه كيكملوا ديك 15 دقيقه وكيطلعوا ثاني الفوق كيتبوانتاو بانهم مشاو، كيعطوهم كياخذوا باش كياخذوا الرونديفو عطاه لهم الطبيب من الاول، ولكن كيعاودوا ياكدوا لهم على الموعد تاع اللقاح الثاني. خلال تواجدنا ببرشيد صادفنا شخص مقبل على التلقيح من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسألنا الممرضة المسؤولة عن التدابير المتخذة في هذه الحالة. كيطلع الطبيب والممرضة المسؤولة كيطلعوا عنده، الطبيب كيدير ليه الفحص ديالو تما كيسولوا الأسئلة وداك الشيء، وكنشوفوا الوثائق ديالو نتأكدوا منهم وكيرجع، كنجيبوا الوراق ديالو كندخلوهم سيزيون في البوابة ديالنا تاع وزارة الصحة، وكنديروا الجلبه ديالنا ونديو واحد المعزل باش باغافون باش ندربوا السيد، حيت كيكون اون بلان اير وقدام الناس كنديو ليه واحد باغافون باش كندربوه وكنجلبوا ليه وكنخليوه حتى هو واحد 15 دقيقه تحت المراقبه ديالنا.
من خلال معاينتنا فقد مرت عملية التطعيم في أجواء هادئة، حيث حرصت الأطر الصحية على تلقيح كافة الأشخاص ذوي الأولوية، وباستثناء حالات قليلة جرى ضبطها من قبل السلطات المحلية لاستفادتها من التلقيح خارج الفئات المستهدفة، فإن معظم القوائم المعدة لهذا الغرض قد استجابت للشروط المعلن عنها من طرف وزارة الصحة، وتفاعل الأشخاص المعنيون بالتلقيح بإيجابية مع الحملة الوطنية الهادفة إلى تحقيق المناعة الجماعية في الأشهر المقبلة من خلال الإقبال المكثف على مراكز التطعيم في مختلف ربوع التراب الوطني، فيما تنتظر بقية الفئات دورها للحصول على حقنة اللقاح.